لكن بقى قيل وقال وحكاوي وشغل وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، خلاص انتوا حرين. وطبعا الكلام ده انا بوجهه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، زي ما حضراتكم عايزين، انتوا حرين قولوا اللي انتوا عايزينه، احنا هنفضل ماشيين في طريقنا، عايزين نكسب مبارياتنا القادمه، تعادلنا مباراه وكسبنا الثانيه، عندنا مباراه يوم الخميس القادم، هنفكر في مباراه يوم الخميس القادم، وبعد كده هنفكر في المباراه اللي بعدها، هل هتتلعب ولا مش هتتلعب، ايه اللي هيحصل، هنشوف في هذا الموضوع خلال الفتره القادمه. عدي المواضيع، المواضيع ما حصلش فيها اي حاجه، تعادلت مباراه خسرت نقطتين في سباق الوصول إلى قمة الدوري كعادة النادي الأهلي، ولكن المباريات اللي جاية كتير.